حقيقة المشكلة الرئيسية هي مشكلة تأهيل هذه المناطق، إعادة الخدمات إليها وخاصة الكهرباء. هذه المناطق يعني تشهد انهيار شامل في البنى التحتية، موارد الدولة حقيقة موارد محدودة لحد الآن. نتأمل يعني ممكن في هذه الموازنة 2019 أو الموازنة القادمة أنه تتوفر أموال كافية لغرض تأهيل هذه المناطق وإعادة هذا الناس. هذا الملف ملف مهم للغاية. نعم، من خلال عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وما تم تأشيره من خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق الرصد التابعة لمكتب صلاح الدين، هنالك عودة طوعية بدأت منذ منتصف عام 2018 ولحد الآن بعد استتباب الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين والمناطق القريبة منها. حقيقة هناك عدد من المخيمات نتيجة هذه العودة الطوعية غلقت بشكل نهائي. هؤلاء النازحين بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى تقديم دعم كافي لهم من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية والمنظمات المعنية بملف النازحين، حيث تم تأشير في الآونة الأخيرة عزوف عدد من منظمات المجتمع المدني وخصوصا الدولية منها عن تقديم الدعم اللازم بحجة انتهاء عقود التجهيز من الدول المانحة. من خلال قناتكم الناشد بإعادة جميع النازحين إلى محال سكنهم السابق، وخصوصا النازحين في مدينة سامراء الذين بدأوا يشكلون عبئا يضاف على كاهل هذه المدينة المتهالكة من ضعف خدمات وضعف بنى تحتية وضعف حتى المستلزمات الضرورية للعيش. هناك الكثير من النازحين مناطقهم محررة، مناطقهم مستتب الوضع الأمني فيها، بيوتهم لا تزال موجودة، هم بحاجة فقط إلى قرار سياسي لإعادتهم إلى مناطقهم المحررة بعد تحريرها من سيطرة عصابات داعش الإرهابية. أتمنى أنه تكون هذه الجلسة النقاشية جادة بالموضوع وأنه توضع الحلول الجذرية لملف النازحين، لأن الموضوع أكبر مما يعني نتوقع. هناك عوائل مشردة، هناك عوائل تعاني من حالات حتى نفسية يعني صارت بيها. نتمنى أنه توصل الأصوات المناشد والمناشدات إلى الحكومة المركزية.